من رام الله مراسل سكاي نيوز فراس لطفي، ومن نيو دلهي محمد القاضي. نبدأ معك فراس، هل الأمر خرج عن السيطرة؟ تقريبا حسب وصف وزارة الصحة الفلسطينية فإن الوضع حرج جدا، وهذا ما استدعى إلى التوصية بإغلاق بعض المدن وبعض القرى، وأيضا الذهاب باتجاه إغلاق المدن الحمراء بعد اعتماد قاعدة الإشارة الضوئية ما بين حمراء وصفراء وخضراء. نحن نتحدث اليوم عن الخارطة في فلسطين أصبحت أكثر احمرارا، وبالتالي اليوم تهدد الحكومة الفلسطينية في جلستها هذا اليوم بإغلاق شامل إذا ما بقي الأمر على حاله، بعد أن تبدلت أحوال الناس بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا. تحول الحذر والتباعد الاجتماعي والالتزام بسبل الوقاية إلى اللامبالاة وإلى الاختلاط الكثير خاصة في الأفراح وإلى عدم الالتزام بسبل الوقاية، وبالتالي اليوم لربما الإغلاق هو الوسيلة التي يمكن كسر حلقات هذا الانتشار الكبير والواسع الغير مسيطر عليه في الأراضي الفلسطينية. نحن نتحدث اليوم عن خريطة متشابكة، أولويات ما بين الاقتصاد والصحة، وبالتالي هناك أصوات تدعو إلى الإغلاق وأصوات أخرى تدعو إلى التريث وإلى اعتماد تصنيف المدن. إغلاق المدن المصابة أكثر من المدن الصفراء التي فيها إصابات أقل. قبل اليوم كان هناك يعني بيان لوزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 600 إصابة جديدة، 6 وفيات جدد، وبالتالي تجاوز العدد 220 وفاة، إضافة إلى 31 ألف إصابة منها أكثر من 10,000 نشطة. السيطرة على الخريطة الوبائية حقيقة فضيلة، صعب جدا في الأراضي الفلسطينية، خصوصا وأن السلطة الفلسطينية لا تسيطر إلا على فقط 30% من مساحة الضفة الغربية. ننتقل إلى نيو دلهي مع محمد القاضي. يبدو بأن المرحلة الوبائية محمد أيضا خطيرة وجدية. بالفعل فضيلة، الوضع حرج إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة التزايد، تزايد أعداد الإصابات، حيث تم تسجيل منذ أوائل هذا الشهر وحتى الآن أكثر من 1,200,000 إصابة، وبالتالي الأعداد تتصاعد بشكل مستمر، لكن السلطات لا تنوي اتخاذ أي إجراءات لممارسة أو العودة إلى الإغلاق. اليوم صدر نفي من السلطات الهندية عزمها أن تنفيذ عملية إغلاق جديدة، وبالعكس هي تنفذ مراحل ما تسمى بالخروج من عملية الإغلاق بعد تنفيذ المرحلة الرابعة والسماح بعودة نشاط المترو وهناك فتح البارات وغيرها. رغم كل هذا التصاعد الكبير لا زالت السلطات تسعى إلى فرض مزيدا من الاسترخاء والخروج من حالة الإغلاق التي كانت قد أعلنتها، وأعلن وزير الصحة اليوم أمام البرلمان بأنه لولا تلك المرحلة، مرحلة الإغلاق الأولى التي كانت صارمة جدا، لكان هناك أعداد الإصابات تجاوزت ما هو عليه الآن. وقال أن الإجراءات كانت مهمة واتخذتها السلطات، وأيضا أكدت الحكومة على أن نجاح ما فعلته من خلال تلك الخطوات، وأيضا أن أعداد التعافي وهو ما أكدته أيضا جامعة جون هوبكنز في تقرير لها أن عدد التعافي في الهند بلغ مستويات أو تعد الأولى بالعالم بعدها البرازيل والولايات المتحدة، حيث وصلت إلى نسبة 78%. وبالتالي تقول السلطات أنه لا داعي للقلق، على الرغم من تأكيدها لبعض الولايات التي تنشط فيها وينشط فيها الوباء بشكل كبير باتخاذ إجراءات صارمة، وأيضا عدم السماح بالحركة في المناطق التي تصنف في المناطق الحمراء أو مناطق احتواء الفيروس. ومع ذلك هناك مخاوف ودراسات تشير إلى أن الأعداد فضيلة ربما تتزايد خلال المرحلة القادمة وربما تصل إلى أكثر من 6 ملايين إصابة في نهاية هذا الشهر. شكرا محمد القاضي من نيو دلهي، وأيضا كان معنا فراس لطفي من رام الله.